السيد النائب دكتور أسامة العبد. ما هو أنا ماشي بالترتيب والله، حاجة على الجميع أهو، أنا ماشي أنا ماشي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر، ينبغي أن نتنبه إلى شيء مهم جدا ويعيه السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء، أن الشعب لا يعنيه أن يأتي وزير سين أو صاد، وإنما الذي يعني الشعب أن يأتي وزيرا لديه الفكر ولديه رسالة ويعي ما نحن فيه الآن. الأسبوع اللي جاي أنا لست مكررا لكل ما قيل، فكل ما قيل من السادة المعلقين على حق. الشعب لم يعد يتحمل أي شيء، لم يعد يتحمل أن يكون تحت التجربة. أرجو من السادة الأعضاء الجلوس قدر من الهدوء علشان الجلسة تمشي كويس كده. اتفضل سيادة النائب. الشعب يا سعادة الرئيس لو سمحت. يا سيادة النائب اللي بتتكلم مع رئيس مجلس الوزراء، السيد النائب زميلك بيتكلم علشان يسمعه رئيس مجلس الوزراء. الشعب لم يعد يتحمل أن يكون تحت التجربة. الشعب لابد أن يعي أن لديه وزيراً على مستوى المسؤولية. نحن الآن في ظروف صعبة، وبناء عليه سيادة النائب، وبناء عليه حد سامع حاجة عشان نقول وبناء عليه؟ احنا على كل حال يعني ينبغي أن يعي السيد رئيس مجلس الوزراء والوزراء الجدد ومن سبقهم أن الشعب ينتظر الكثير، وأن مصر تستحق منهم أن يجتهدوا ويعملوا. وشكراً.